والله هذا واقع الشيعة، إنه واقع ديخي خراصي. قتل الخراصون. من هم الخراصون؟ أقرأ عليكم من تفسير القمي، إنه جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية عنهم. الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين، يأخذون إما من النواصب، من الشوافع، من المعتزلة، من الصوفية، من القطبيين، من سائر المجموعات الناصبية، أو أنهم يأخذون من الذين سبقوهم من مراجع الخراصين، من نفس الخراصين. الخراصون هم الطوسيون، هم مراجع النجف وكربلاء، المراجع النجفيون والكربلائيون، هؤلاء هم الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين، يعبثون بالدين عبثا. بالضبط، إنه علم الرجال، هذا علم خراصي، علم الأصول علم خراصي، علم الكلام علم خراصي، هذه علوم الحوزة، علوم حوزة النجف، قواعد التفسير العمري الذي وفقا لها ألفوا تفاسيرهم. المنهج الحوزوي النجفي الطوسي إنه منهج خراصي. الذين أوجدوه قتلوا أنفسهم وقتلوا الذين تابعوهم، والذين يتابعون هؤلاء الخراصين هم أيضا قتلوا أنفسهم بأنفسهم، أخرجوا أنفسهم وأبعدوها عن دين العترة، عن ثقافة العترة، وراحوا كالكلاب السائبة التي تدور في المزابل باتجاه مزابل النواصب. قتل الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. هذه غمرة الجهل والجهالة، إنها غمرة الضلالة، هذه هي الجاهلية التي يتحدث عنها أئمتنا. من لم يعرف، من لم يعرف إمامه، إمام زمانه، ليلة واحدة، ليلة واحدة، مات ميتة جاهلية. هذه الميتة إنها ميتة الدين، ميتة العقل، ميتة القلب، هذه هي الغمرة، غمرة الجهل والجهالة. الجهل يقابله العلم، والجهالة يقابلها العقل، والجاهلية يقابلها الإيمان. فهؤلاء لا علم صحيح عندهم، ولا عقل وفقا لضوابط العترة عندهم، ولا إيمان عندهم. إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين يخرصون الدين بآرائهم، فلا يفسرون القرآن بحسب تفسير علي وآل علي كما بايعنا في بيعة الغدير، ولا يصدرون الفتاوى وفقا لمنهج
معاريض كلامهم صلوات الله عليهم، ولا يستنبطون العقائد من لباب أدعيتهم وزياراتهم، يعتمدون في التفسير المنهج العمري، حسبنا كتاب الله، ويعتمدون في العقائد علم الكلام الناصبي الذي هو أساس علم معتزلي، وبعد ذلك انتشر بين الفرق والمجموعات الناصبية المختلفة. وأما في الفتاوى والاستنباط فإنهم على منهج الشافعي بشكل كامل، فقهنا شافعي، قواعد الاستنباط عندنا شافعية صرفة، هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء هم الخراصون. قتل الخراصون، لقد أخرجوا أنفسهم من فناء الهداية وذهبوا باتجاه الضلالة والجهالة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. في حالة من الجهل والجهالة والجاهلية والضلالة، إنهم ذاهبون بعيدا عن محمد وآل محمد، مثلما خاطبهم صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد، مذ جنح كثير منكم، جنحوا مالوا، إلى أين؟ إلى المكان الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا. إنكم ذهبتم بعيدا يا أكثر مراجع الشيعة، ذهبتم بعيدا. وفي زماننا المراجع المعروفون ذهبوا بعيدا وبعيدا وبعيدا في جهلهم وجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم، كل ذلك ينافرون ثقافة العترة الطاهرة، كتبهم دالة على ذلك، دروسهم، أولادهم، أصهارهم، وكلاؤهم، فضائياتهم، خطباؤهم، كل شيء يصدر عنهم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، نظرهم متوجه إلى يوم القيامة فقط، لا يعتقدون بالرجعة يوم هم على النار يفتنون. هذه الرجعة كما فسرها لنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأقرأ عليكم الرواية. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، غاطسون في جهلهم وجهالتهم وجاهليتهم، وهم في حالة سهو، ليسوا ملتفتين إلى الواقع السيء الذي يعيشون فيه. حالة السهو هذه نشأت بسبب استمرارهم على المكابرة وعلى العناد، واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، وبعد ذلك سيقوم هذا الكذاب بتصديق نفسه، اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، واكذب واكذب حتى تصدق نفسك، فحينئذ يخدعون أنفسهم بالألقاب والأوصاف، والناس أيضا تخدعهم حينما تقدسهم. حمير تركب على حمير، وحمير تضحك على حمير، والحمير المركوبة يقدسون الحمير الراكبة،
وهذا يضحك على هذا وهذا يضحك على هذا. هذا هو واقعنا الشيعي من الآخر. إنني أتحدث عن الحمير البشرية، لا أتحدث عن الحمير الحيوانات. الحمير الحيوانات إذا أردنا أن نقيسها بالحمير البشرية صلوات عليها، صلوات على الحمير الحيوانات، ستكون مقدسة مجللة. نحن لا نتحدث عن تلك الكائنات المقدسة بالقياس إلى الحمير البشر، حديثنا هنا عن الحمير البشر. والقرآن تحدث عن المراجع الحمير في سورة الجمعة، تحدث عن الفقهاء الحمير، فقهاء في نظر الناس وهم حمير في نظر الحجة ابن الحسن، مثل ما قال إمامنا الكاظم لأكبر مراجع الشيعة في عصره لعلي البطائني، قال له يا علي، يشير إلى البطائني، أنت وأصحابك، أنت وأتباعك، أنت وأصحابك أشباه الحمير، أشباه الحمير، يشير إلى أنهم حمير بشر. الحمير الحيوانات لا ضير عليها ولا عيب عليها، العيب كل العيب عند الحمير البشر. فحمير تركب على حمير، حمير تكذب على حمير وتضحك على حمير، وحمير تقدس حميرا. هؤلاء هم الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. هذا هو الذي يتحدثون عنه، يتحدثون عن اليوم الثالث من أيام الله، لا يبالون باليوم الأول الذي هو يوم القائم. وهذا هو واقع أصحاب العمائم، ولا يبالون باليوم الثاني الذي هو يوم الرجعة. وإذا كانوا يظهرون من اهتمام مجزوء محدود بيوم القائم فذلك لأجل الواقع الشيعي، لا يمكنهم أن ينكروا علنا يوم القائم. وإن كان البعض من أصحاب العمائم الكبيرة في النجف وكربلاء في مجالسهم الخاصة ينكرون يوم القائم، ينكرون القائم أساسا من أنه لم يولد، سيولد بعد ذلك، لا يعتقدون بإمام زمانهم الذي يظهرون أمام الشيعة أنه إمام زمانهم، مثلما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد المشبهون بأنهم لنا موالون، يظهرون هذا أمام الشيعة فقط. الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. ماذا يفعلون في الشيعة؟ سيضلون الشيعة. وماذا يقول إمامنا الصادق؟ سيمنعونهم، سيمنعون الشيعة من قصد الحق المصيب. هؤلاء هم الذين يضحكون على الشيعة، هؤلاء هم الخراصون، خراصون ما عندهم من يقين في دينهم، ما عندهم من رؤية واضحة. الخراص هو هذا، ليس خارصا، الخارص قد يكون الإنسان في بعض الحالات خارصا، أما أن يكون خراصا، الذي يكون خارصا عنده رؤية، عنده وضوح، لكنه في بعض الأحيان يكون خارصا، يأخذ الأمور
بالظن والاحتمالات من دون رؤية واضحة. أما الخراص فهو الذي لا يمتلك رؤية أصلا، يأخذ كل الأمور وفقا للاحتمالات التي لا قيمة لها، هو صنع لها قيمة. بالضبط مثلما يدرسون في علم الأصول ويناقشون أدلة علم الأصول، الأدلة التي يستنبطون على أساسها الفتاوى والأحكام، فيقولون من أن الشارع جعل لهذا الدليل حجية. هم جعلوا لهذا الدليل حجية من عند أنفسهم. ولذا كل الكلام في علم أصول الفقه وفي علم أصول الدين، كل الكلام مبني على مثل هذه الترهات. يصنعون أدلة هم من عند أنفسهم ويقولون من أن الشارع جعل لها حجية. هم يفترضون هذه الافتراضات التي لا حقيقة لها. هؤلاء هم الخراصون، خراص وليس خارصا. الخارص الذي يلجأ إلى الظنون والاحتمالات في بعض الأحيان، أما الخراص فهو يلجأ إلى الظنون والاحتمالات في كل الأحوال. وبالضبط هذا هو ما تفعله حوزة الطوسي في النجف في منهجها، منهج خراصي ديخي من أوله إلى آخره. الفتاوى خراصية، العقائد خراصية، التفسير خراصي، كل شيء عندهم يعود إلى هذا المنهج الخراصي. حتى ما يقومون به في شؤون السياسة في العراق على سبيل المثال منذ 2003 ميلادي وإلى هذه الساعة، يجربون برؤوس الشيعة على أساس المنهج الخراصي، وهم لا ينظرون إلى مصالح الشيعة، ينظرون إلى مصالحهم هم. كيف يستطيعون الاستمرار في فسادهم؟ أتحدث عن المرجع الأعلى، أنا لا أتحدث عن الأحزاب الشيعية القطبية. الأحزاب الشيعية القطبية هي سيئة إن لم تكن حسنة بالقياس إلى سيئات المرجعية. الأحزاب الشيعية القطبية القذرة في فسادها وسوء اعتقادها هي حسنة من حسنات مرجعية النجف، لأننا إذا أردنا أن نقايسها بسيئات المرجعية نفسها، هذه الأحزاب ستكون حسنة من حسنات تلك المرجعية الفاسدة والمفسدة. هذا هو المنهج الخراصي الضال. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون عن أي شيء يسألون؟ يسألون أيان يوم الدين. أخبياء قبل يوم الدين هناك الرجعة، أغبياء وقبل الرجعة هناك يوم القائم، أغبياء وقبل يوم القائم هناك الغيبة وهناك مرحلة التأويل، وأنتم لازلتم تحبسون أنفسكم في مرحلة التنزيل. إلى متى هذا الغباء؟ أغبياء ثولان. قتل الخراصون لأن كل شيء قد بني على الظنون والاحتمالات التي جاءوا بها من مزابل النواصب. فمثلما النواصب لا يهتمون إلا بيوم القيامة الكبرى، هؤلاء كذلك
هؤلاء هم الخراصون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. ثم ماذا يقول القرآن؟ يوم هم على النار يفتنون. يفتنون، ستكون هناك عملية غربلة، عملية كسر في مرحلة الرجعة. هذا هو الذي أشار إليه إمامنا الصادق في الرواية التي أقرأها عليكم من مختصر البصائر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون. الآية هي من سورة الذاريات، قال يكسرون في الكرة، يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. فهؤلاء الخراصون سيكسرون. خراصون هؤلاء محضوا الضلال محضا، هؤلاء محضوا الكفر. الكفر هو نقض بيعة الغدير. أشد الكفر في القرآن هو هذا. عودوا إلى الآية 67 من سورة المائدة، عودوا إلى هذه الآية. فهذه الآية صريحة في أن أشد أنواع الكفر هو الكفر ببيعة الغدير. هذا هو المصحف الشريف، وهذه سورة المائدة، وهذه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد، النبوة، وكل تفاصيل النبوة من قرآنها إلى سائر شؤونها لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا يعني أن الكفر ببيعة الغدير هو أشد أنواع الكفر في القرآن، أشد من الكفر بالله، أشد من الكفر بمحمد، أشد من الكفر بالقرآن وسائر تفاصيل الرسالة. ما هي الآية هكذا تقول؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسالة تبدأ من التوحيد، وهكذا سائر التفاصيل الأخرى. فكل تفاصيل الرسالة من التوحيد وانتهاء بكل مضامينها لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إنهم الذين كفروا ببيعة الغدير. سقيفة بني ساعدة كفرت ببيعة الغدير ظاهرا وباطنا. سقيفة بني نجف كفرت ببيعة الغدير باطنا، ظاهرا يظهرون أنهم على بيعة الغدير، باطنا بشكل عملي هم أنكروا بيعة الغدير، لم يلتزموا بمنهج بيعة الغدير الذي هو منهج اليقين، منهج العلم، وإنما ذهبوا إلى منهج الشوافع والمعتزلة. إنه منهج الخراصين. قتل الخراصون الذين
هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. الصادق يقول يكسرون في الكرة يفككون، عملية غربلة، عملية تنقية، عملية تصفية، وكل جنس لا وكل جنس سيلحق بجنسه وسيعود إلى جنسه الأصل. يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. نذهب إلى فاصل.